السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض البلد. يعاني الأردنيون من ارتفاع قيمة الإيجارات العقارية والسكنية والتجارية أيضا، في ظاهرة باتت بحاجة إلى تفسير لارتفاعها المضطرد والذي لا ضوابط له إلا العرض والطلب، وأن العقد شريعة المتعاقدين. بالمقابل فإن تطبيق قانون المالكين والمستأجرين ساهم أيضا في رفع الإيجارات، وإلا عليك أن تبحث عن منزل آخر، والأسعار لا ترحم أحد. السؤال المطروح اليوم عن تناسب حجم دخل الأسرة الأردنية مع قيمة الإيجار، وعن النتائج الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لهذا الارتفاع المضطرد بشكل كبير. كاميرا رؤيا نزلت إلى الشارع وسألت المواطن الأردني عن رأيه بهذه القضية. بالنسبة للأجارات السكنية والعقارات متفاوتة، وما في قانون واضح انه يحددها بين المالك والمستاجر. الشيء اللي بترجع على المزاج بين الناس وعلى الرغبه، واذا اجرت انسان ممكن انه صعب يطلع جدا. والله اجارات البيوت كثير مرتفعات، يعني من 150 صارت 250 300 دينار، يعني مشان الاخوان السوريين عم انهم اجوا سووا ازمه للسكن. يعني بالنسبه لاجارات الشقق صار الواحد يتقيد بالاسعار مناسبه قانون جاره، قانون المثل، انه في ناس بتحكي اجاري انا بنا قديم وجاري هرب من عماره، طلع من العماره جنبينا فتقيد بالسعر البنا الجديد. اسعار شو كلها رافعه، يعني كتمليك كل شيء، كاجارات عاليه جدا، يعني ما يعني كل شيء بتلاقي كل شقه زادت من 100 دينار ل 150 دينار اقل شيء. يعني بالنسبه لاسعار العقار عندنا في الاردن كثير 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 مرتفعه، وفيها فحش في الأسعار، وفيها ظلم شديد من صاحب العقار وظلم من الدولة نفسها على المواطن، لأنه المواطن السوري اللي أجا نسأل الله يفرج كربه بأخذ معونات من أكثر من مصدر، لكن ابن البلد مصدره الوحيد أنه يشتغل يعرق 12 ساعة 13 ساعة عشان يأخذ 250-300، فبالتالي ما له مجال أنه يعيش ابن البلد. أصلا ابن البلد عطل عطال بطل عن العمل، مقابل إيش؟ السوري اللي بيشتغل مكانه. كثير أسعار الشقق ارتفعت، يعني خصوصا لما أجوا السوريين من برا البلد. يعني احنا بنعور كان أجار الشقة 100 دينار هسه 200 دينار بحكي لك، وهي غرفة وصالون وصالة بس. والله يا سيدي أسعار الشقق عندنا مولعة، يعني أنا مستأجر كنت مستأجر 140 صار هسه 180، أنا بشتغل بس عبص الجبنة، يعني يا دوب بطلع لي ليرتين ثلاث ليرات، يعني الله بيعرف الوضع. ودبت السوريين وقاعدين بطلعوا فولات البلد من الدور وندورهم، اللي بيبقى مستاجر ب 120 بيطلعوه قاعدين وراه عشان يطلعوه ياجروا للسوريين. اسعار شقق كانت لها سعر، ومن جديد بصراحه من سنتين وجاء اسعار شقق كثير اختلفت. احنا كنا ناخذ الشقه اجاره 120 دينار، هلا الشقه صارت اقل شقه ب 250. ليش؟ لانه بيجوا عمال حاليا عائلات السوريه بيسكنوا بشقه واحده، خمس عائلات ست عائلات سوريين، ما بتفرقش معهم لو طلع كل عائله فيهم 50 دينار. فصار الواحد فينا احنا اهل البلد لما رحنا نستاجر اي شقه هناك شو بصير؟ بقول لك لا الشقه بدل 200 تاخذها 250 ب 300. كانت تلك الآراء والأصوات من عمان، وأيضا من جهة أخرى تعتبر بعض المناطق في الأردن مناطق منكوبة نتيجة ازدياد حجم اللجوء السوري إليها كمدن إربد والمفرق والزرقاء، ما ساهم في رفع قيمة الإيجار بصورة لافتة. فتوجهنا إلى إربد وكانت آراء المواطنين كالتالي. والله الارتفاع موجود يا سيدي، والسبب ما بتعرفوه أنتم كلياتكم، لأنه ارتفاع الأسعار صار بعد موجة السوريين اللي اجت علينا على البلد، الناس صارت ترفع بالاسعار، والمواطن الاردني هو للأمانة يعني هو اللي بيدفع ثمن الحكي هذا، يعني شايف اللي بده يجوز ابنه مش راح يقدر، واللي عنده واللي بيطر صاروا حتى يكحشوا الناس اصحاب اللي قال البيوت اللي مأجرين، مشان لانه شوفه يعني ياخذ 150 ليرة منك واللي ياخذ 300 ليرة من هذاك. والله الاجارات مرتفعة عنا، يعني دخل السوريين علينا اول شيء رفع الاجارات كلها في كل المكان، يعني مش بس بإربد، أنا سكان الزرقاء يعني وبشتغل في عمان، يعني كل الأجارات ارتفعت كليا. بالنسبة لوضع الأجارات هالأيام بالبلد مرتفعة جدا بسبب وجود اللاجئين يعني من جميع دول العالم صارت تيجي على الأردن كثير. الحياة صارت صعبة بهذه البلد في الشمال بكثر بارتفاع الأسعار الأجارات والمواد التموينية، أعداد السكان زادت عندنا بازدحام السورية، الشباب مقبلين على زواج ومش قادرين يتزوجوا،
وكل هذا بسبب ارتفاع الأسعار اللي عندنا وكثرة الناس الموجودة. ارتفاع أجار البيوت كثير زيادة بسبب يعني كثير أسباب، يعني منها سبب المواطنين السوريين اللي اجوا علينا، واستغلال بعض الناس الملاكين كمان، هاي احدى الاسباب الثانيه كمان. يعني بالنسبه لي انا شخصيا انا مستاجر 210 دنانير، راتبي يعني 325، بدفع 210 دنانير اجره بيوت، شو بدي اقدر راتب؟ ليش الليله نطرح قيمه الايجارات في الاردن للنقاش بالتحليل والسؤال عن الاسباب والنتائج والحلول. هل ما يحدث امر طبيعي أم أن هناك ظاهرة يجب التوقف عندها؟ مع ضيفينا المهندس زهير العمري الرئيس السابق لجمعية مستثمري الإسكان، والمحامي رائد عويدات رئيس الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين. النقاش بعد الفاصل. أرحب بكم أعزائي المشاهدين في بداية هذه الحلقة، أرحب بضيفي المهندس زهير العمري، أهلا وسهلا بك سيدي. المحامي رائد عويدات، أهلا وسهلا بك. أهلا بك الله يحييك. خليني أبدأ معك مهندس عمري، يعني سمعت ربما في التقارير اللي بثيناها من إربد، من عمان، من الحال أيضا في زرقاء والمفرق، ارتفاع هائل بالإيجارات. هل هذا أمر طبيعي أم أنه النزوح السوري هو سبب؟ لكن أيضا في عمان في ارتفاع، في الكرك في ارتفاع، في معان، في كل أماكن. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور، زي ما تفضلت، هو الارتفاع عام في كل أنحاء المملكة صحيح، لكن الأثر الواضح للقضية اللاجئين من سوريا الشقيقة هم يعني تأثيرهم مباشر في محافظات الشمال، يعني من الزرقاء إلى المفرق إلى إربد، إلا أنه الارتفاع حتى العقبة وصل. السبب الرئيسي أعتقد هو يعني ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع كلها في البناء، كان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الإيجارات، كون المستثمر للغايات التأجير هو مستثمر بيشتري مشان يستفيد يأخذ عائد على أمواله. يعني طبعا هناك لا شك، هناك يعني بعض الحالات تلاحظ أن هناك جشع، هناك يعني نتيجة الطلب الزائد، نتيجة إقبال المواطنين على الحصول على شقة للإيجار بدل الشراء، سبب طبعا ارتفاع الكبير في أقساط البنوك، تشدد البنوك، ارتفاع الكلف في البناء وأسعارها، بيؤدي أنه زاد الطلب على الإيجارات. طبعا حتى يكون المعلوم لدى المشاهد دكتور، عدد المساكن المؤجرة في الأردن تزيد عن 250 ألف مسكن، عدد المساكن الإجمالي في الأردن يزيد عن 1,100,000 مسكن. هذا الرقم بيعني أنه هناك حوالي من 23-25% من المساكن في الأردن هي مستأجرة، ربما الباقي النصف في البنوك، بمعنى أكثر من ثلث الشعب أو المواطنين بيعيشوا في شقق أو بيوت للإيجار. من هون مع تعديل قانون المالكين المستأجرين أدى إلى صعوبات في الحياة نتيجة رفع الإيجارات، هناك صعوبات اقتصادية أيضا في ناحية الحياة في مجالات التعليم والصحة والمأكل والملبس. كانت مسألة السكن الصحيح كارثية على الأبناء الوطن، لذلك يعني كنا ناشدنا أكثر من مرة الحكومة أن يكون هناك تدخل حكومي، لأنه هذا المسار في هذا الاتجاه بالارتفاعات المستمرة أعتقد أن راح يكون له تأثيرات سلبية جدا. ويعني كانت مبادرة جلالة الملك في عام 2008 سكن كريم لعيش كريم لمعالجة هذه المسألة، لأن للأسف يعني كثير من الجهات الحكومية ما ساعدت في إنجاح هذه المبادرة من حيث إيصال الخدمات ويعني البنية التحتية واستفادة المواطنين من هذه المبادرة الملكية، اللي كان بودنا أن تستمر هذه المبادرة وتنجح، إلا أنه للأسف كانت هي الغريب أنها ظاهرة ليست فقط أردنية، إذا قلنا أنها ظاهرة في دول أيضا عربية شقيقة مثل السعودية، قطر، غيرها. في السعودية لا يجدوا أراضي يشتروها حتى يبنوا عليها في مناطق زي الرياض وغيرها كدولة يدون تعمل إسكانات. خلينا نشوف رأي المحامين أستاذ رائد، يعني لأي حد تتفق مع أستاذ مهندس عمري بأنه في ظاهرة في الأردن والأسباب اللي سردها التشدد البنوك، ارتفاع أسعار الأراضي؟ يعني يمكن أن نضيف أيضا أن المجتمع زاد، المجتمع الأردني كنا نحكي عن 3.5 مليون عام 90، اليوم نحكي عن 8 مليون أردني، وفي 3 أو 4 مقيمين على الأرض. تفضل.
ابتداء أشكرك دكتور مهند، وأشكر القناة رؤية، القناة الطيبة اللي دائما مواكب التطورات اللي بتمس المواطن يعني وهم المواطن بالدرجة الأولى والأخيرة. أهلا وسهلا. ورحب معك بالأستاذ زهير صديق العزيز. أستاذ مهند دكتورنا العزيز، أنا أتفق بكثير مما تحدث في المهندس زهير على الوضع، لكن أختلف، هي ليست ظاهرة، هي أصبحت الآن مرض ومستعصي، إن لم نجد له العلاج فهي مرض. الآن الوضع عندنا في البلد يجب أن نعي كل الوعي أن ناقوس الخطر دق بما يتعلق بالمسكن وما يترتب وما ينتج عن المسكن بالنسبة للمواطن الأردني. المواطن الأردني الآن قاعد يعاني معاناة مش طبيعية في الاستقرار بسكنه. الأستاذ زهير تفضل وقال إنه 25% مستأجرين، لا أنا بقول له المستأجرين في المملكة الأردنية الهاشمية يفوق 45%، لأنه هنالك عندنا مالك مبطن يعني كمقنع بنسميها، هو شرى العقار لكن اندان للبنوك بفوائد مرتفعة جدا طبعا. الفوائد المرتفعة جدا رجع وقال نفسه حتى يتخلص من الإيجارات يا ريت لو ظليت مستأجر، لأنه في قاعد شهر تعرف ارتفاع الغلاء وارتفاع الأسعار، قل يا ريت لو ظليت مستأجر أنا وأدفع بدلات إيجار أفضل منه أنا ينتصر علي شهر وشهرين بارتفاع فوائد ومش قادر. والآن في ظاهرة جزء بيعرف فيها الأستاذ زهير أنه في ظاهرة الآن قاعد العقارات اللي تم شرائها بواسطة البنوك وعن طريق البنوك هربا من الارتفاع الفاحش لبدلات الإيجار الآن تعرض، ويخسر المالك مبلغ ضخم جدا دفعه كدفعة أولى وبدلات إيجار حتى يتخلص من باقي النفقات. فلذلك الآن أصبح عندنا المسكن في المملكة الأردنية الهاشمية أصبح هنالك مرض وهنالك مشكلة، يجب تحديد هذه المشكلة ويجب دراسة الأهداف أو الرؤى الموضوعة لحل هذه المشكلة والنتائج، ويجب أن يتحمل صاحب المسؤولية المسؤولية في حل مثل هذه المشكلة. طيب الآن العرض والطلب، بس تسمح لي دكتور مهند، الآن العرض والطلب لا يعني أنه كما تفضل الأستاذ زهير أنه زاد العرض زاد الطلب زاد العرض، عندما يزداد الطلب تتدخل الحكومة للضبط وهنالك حماية للمستهلك، المستأجر مستهلك، فيجب أن يكون حماية للمستهلك كما باقي الأمور تتدخل الحكومة للحماية، فيجب عليها أن تتدخل لحماية المستأجر من الارتفاع الفاحش جدا في بدلات إيجار المسكن والتجاري والصناعي. عظيم. حتى لا نفصل، رايح أجي على كيف يمكن أن نفسر هذا التدخل أو كيف الحكومة أن تتدخل فيما بعد. مهندس زهير، يعني التفسير إضافة لموضوع، يعني بعض القرى بعض المدن ما فيها لجوء، ما فيها، يعني هل هو نمط الملكية الموجود، يعني الأراضي مش مفروض الناس ما بتبني، فسر لنا هذا الموضوع. في مناطق زي الكرك، في مناطق زي الطفيلة، في مناطق أخرى أيضا لا يوجد فيها لجوء سوري، فيها حجم ارتفاع بالأجارات. اليوم شفت أنا تقرير أحد المحطات الأردنية أنه في شاب فسخ عقد زواجه وخطبته لأنه مش لاقي مكان يستأجره في بعض المدن، يعني وربما سمعنا احنا من اربد من المفرق يعني من عمان وسط البلد ايضا الناس مضررين بهذا الاتجاه. يعني دكتور مثل ما تفضلت وصحيح وذكرنا في ذات الحلقه انه حتى العقبه وصل يعني في مرورا في كل المحافظات الجنوب، ويعني هاي ظاهره صحيح ارتفاع الايجارات. انا برجحها بالاساس الارتفاع كله في البناء بصراحة. يعني طن الإسمنت دكتور يعني قبل 10 سنوات كان 50% من طن الإسمنت، اليوم طن الحديد كذلك، العامل الإنشاءات اليوم نعم كان يشتغل قبل 10 سنوات بحدود 6 دينار أو 7 دينار يومية، الآن 20 دينار الآن يومية العامل، ما بيقبل حتى يعني هذه الكلف الكبيرة صحيح رفعت من كلف العقار وأدت أنه يعني العائد من الإيجار على كلفة البناء. يعني أنا دكتور لو بدي شقة متواضعة الآن في عمان الغربية 100,000 دينار، 100,000 شقة متواضعة في المساحة، أنت برأيك العائد السنوي كم لازم يكون لهذه 100,000؟ يعني إذا في البنك حطهم بيستطيع يأخذ بدون ما يتعب، بدون ما يستثمر، بدون ما يجي 1,000 دينار فوائد بشهر، بيخليه يجي 4% سنوي عليهم. الآن إذا 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 يعني إذا أجروا بأقل من 6,000 دينار لا يعتبر عائد بصراحة.
يعني 6% 6% سنوي على فكرة 15 عائل. يعني 15 سنة استثمار صح ولا لا؟ يعني وبالتالي كمستثمر واحد بده يشتري بيت مشان يأجره، يعني بنظر للعائد السنوي. طب طبعاً شو مسؤوليتكم؟ طبعاً يعني أنا بناشد يعني اللي بيفكروا بهذا التفكير، طبعاً هذا الجواب اللي نسمعه دائماً وهو منطقي، إنه في مبلغ بدي أستثمره بدي عائد عليه سنوي. اللي أنا بدي أنبه له إنه يعني المالكين يتقوا الله في هذه المسألة، كون الإيجار لا يحسب الحسبة اللي أنا ذكرتها مثل ما الدارجة يعني وضع المال فيه. لأنه العقار بيرتفع قيمته، يعني كل الناس، يعني أنا أتحدى، أنا بشتغل في الإسكان من عام 87، أتحدى من عام 87 لليوم إذا كان في أكثر من سنة يعني هدوء في الأسعار، هبوط ما فيه، هبوط ما فيه، قد يكون هبوط يعني استقرار في الأسعار، أما النزول في الأسعار ما حصلت من عام 87 على ما أذكر، ما حصل انهيار في الأسعار، بل يعني بعد فترة هدوء برجع ارتفاعات أخرى. بالتالي كل اللي اشتروا خلال ال 25 سنة الماضية كانوا ربحانين، استفادوا من ارتفاع الأسعار. صحيح. يعني خليه ما استفاد من الإيجار، استفاد من ارتفاع الأسعار. يعني أنا اللي اشتروا مني في 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 عام 2000 شققهم 3 أضعاف صارت قيمتها. مظبوط، اشترى يعني 2003 لغاية 2003 قبل مجيء الأخوان. نعم العراقية. قبل 2004 قبل الأزمة العراقية. لذلك أنا هذه يعني هذه أنا يعني مناشدة للمستثمرين اللي بيحبوا يشتروا بيوت ويأجروها، ما ينظر للعائد الدارج اللي هو السنوي ويقارنها بالبنك. أنا ذكرتها بمجرد مقارنة، لكن هي صحيح لا، ليست هكذا المقارنة، هي لازم ينظر انه في عنا طفرات مستمرة، هيك التجربة بتحكي. طيب. والتاريخ طيب. راح يستفيد من فرق السعر. عظيم. محامي الأستاذ رائد، يعني هناك مشكلة في الأردن انه كل 10 سنين بصير عنا مشكلة في المنطقة. نعم. اللي بتضرر المواطن الأردني من 2004. نعم. حرب عراقية، احتلال العراق، ثم الآن احنا الآن وضع بسوريا ب 2014 و12 و13. نعم. المواطن الأردني ابن البلد هو اللي سمعنا أصوات الناس وسط البلد بيقول لك احنا بلاد بلد، يعني. نعم. يا أخي الله يفرج على السوري، بس كمان احنا مش مضطرين نتحمل، يعني. نعم. السوري بيجي معونات اللي موجود بالمفرق وأربد والزرقاء من عدة جهات، وبدفع بيقدر يدفع أجرة. نعم. لكن الآن بنطرد ابن البلد الساكن اللي مستأجر 120 بالمفرق و200 في أربد، عم بنطرد مشان يدفع 300 أو جهة ما تدفع. طب احنا وين مسؤولية الدولة الأخلاقية تجاه مواطنيها في هذا الاتجاه؟ سيدي، مسؤولية الدولة ابتداء، الدولة أعلنت، يعني كما تعلم ويعلم المشاهدون، الدولة أعلنت بأنها تتحمل أعباء كبيرة نتيجة للجوء ونتيجة للهجرات إلى داخل الأردن. الدولة تتحمل الأعباء الواضحة والمعلنة فيما يتعلق بفاتورة الكهرباء، فاتورة النفط، الخبز، فيما يتعلق هاي، لكن أغفلت الحكومة بأن المواطن الأردني يتحمل العبء الأول والأخير. كيف يتحمل العبء الأول والأخير؟ يتحمل العبء الأول والأخير لأنه لم يستطع الآن أن يمارس حرفة ينافسه عليه الآخر، يستأجر سكن ينافسه عليه الآخر لا يستطيع أن يتحمل، الآخر يوجه له الدعم من جهات خارجية بدل السكن وبدل المعونة وبدل الغذاء وبدل الآن الدولة يجب عليها أن تنتبه إلى شيء محدد وحقيقي ويجب بحثه، أنه يجب أن تعمل الدولة على التفريق فيما بين المواطن الأردني وفيما بين الشخص الآخر، أخواننا الآخرين. أنت أغفلت الأزمة الليبية دكتور مهند، الأزمة الليبية أحدثت شرخ كبير في صحيح. قطاع العقار برضه. صحيح. الآن الدولة يجب أن تتنبه إلى هذا الموضوع من حيث صياغة مشاريع قوانين أو أنظمة تحكم هذه العلاقة. أنا بوجهة نظري كان يجب على الدولة حتى نقف لحماية للمستأجر، من أبرم عقد إيجار مثلا دكتور مهند، من أبرم عقد إيجار مع جنسية غير أردنية كما كان في السنوات السابقة، المؤجر لأي شخص لا يحمل الجنسية الأردنية يجب أن يحصل على إذن من رئاسة الوزراء حتى يستقر المستأجر، ولا بيقدر يطلعه. الآن أنا بميز الضرائب، ما هو أنا بدي أتحمل، بميز الضرائب، بميز القيمة، بميز من ضريبة المعارف، ضريبة المثقفات، لأنه المواطن الأردني المالك مع احترامي هو حقه أنه يستغل عقاره، لكن كونه يستغل عقاره بأسعار باهظة جدا ومرتفعة جدا في بدلات الأجار، إذن يجب عليك أن تتحمل بمستوى الضريبة
بالمستوى الذي أجرته، لكن تشجيعا للمالك الأردني حتى يعمل على تشجيع الآخر حتى ننفع ابن البلد والمواطن ونعمل للاستقرار. أنا إذا أجرت المواطن الأردني بمئة دينار أجار شقته يبقى ضريبته 1-2-3، إذا أجرت من جنسية أخرى أو من كذا ترتفع الضريبة. الآن أنا بالعمل هذا عملت دخل إلي وحملت الآخر عبء ارتفاع الأسعار، مش تحملها أنا المواطن الأردني، أنا قاعد المواطن الأردني أنا بتحمل عبء ارتفاع الأسعار. يا أخي ميزني، حمل الآخر كما في الدول الأخرى. الآن بتروح على دبي، في دبي إذا إجا يستأجر وافد أو مقيم غير جنسية الإماراتية الوطنية يميز بالضرائب بالأسعار بالمدة بكل شيء مميز. إذن يشعر المواطن الأردني أن لي أفضلية، أن دستوري اللي نص على حمايتي وحقي بالاستقرار وبالمعيشة نص عليه، إذن أنا محمي. من سيتدخل؟ يجب على الحكومة أن تتدخل لوضع مثل هذا بصفتها صاحبة الولاية العامة، تتحمل مسؤولية استقرار المواطن الأردني بعيشه الكريم. أغفلت بس نقطة دكتور مهند، أغفلت الحكومة، يفكروا أنه ارتفاع الإيجار فقط انحصر على ارتفاع الإيجار، ارتفاع الإيجار قارنه بالتضخم وقارنه بالدخل، إذن ارتفاع الإيجار أدى إلى الانحدار في مستوى المعيشة للمواطن الأردني، وهذا شيء غير مقبول نهائيا. إحنا مهند محامي الأستاذ رائد رحين نجي على موضوع ربط التضخم، ربطه بهذا الجانب الأثار الاجتماعية، يعني أشرت أنت مباشرة للأثار الاجتماعية، ومعنا اتصال هاتفي الدكتور الأستاذ دكتور حسين محادين أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة وجامعة بلقاء أيضا. تأخرنا عليك أبو مآب، مساء الخير. مساء الخير دكتور مهند والضيوف الكرام والمشاهدين الكرام، حياكم الله. إحنا في عنا ظاهرة الآن، ظاهرة ارتفاع الإيجارات على المساكن دكتور حسين في كل محافظات الأردن، بالذات في المناطق التي تركز فيها وجود الأخوان السوريين. الآثار الاجتماعية لهذا الارتفاع الكبير في إيجارات البيوت والطلب لبعض الأردنيين بإخلاء بيوتهم مشان تأجيرها بسعر أعلى في مناطق الحدود مع سوريا أو مناطق اللجوء السوري، ما هي آثار الاجتماعية بتتوقع في هذا الجانب؟ أولا شكرا لكم على اختيار هذا العنوان المهم الذي يلامس كل شرائح المجتمع الأردني في مختلف مناطق المملكة من حيث المبدأ. وأقول أن القوانين بالعادة يفترض أن تكون أكثر انحيازا للقاعدة الأوسع من المواطنين، لكن يبدو أن قانون المالكين والمستأجرين لم يأخذ بهذه القاعدة العامة. فإذا كان القانون يعيد إنتاج توزيع القوى الاجتماعية ببساطة، بمعنى بين فترة وفترة المجتمع يعبر عن نفسه بشكل متطور بشكل متوازن بشكل، إلا أن هذا القانون قد ضرب شرائح الدنيا بشكل قاسي، وهذا ليس مستغربا، إذ أن القوى التي تسيطر على مجلس النواب من حيث المبدأ هي قوى اقتصادية أكثر من كونها منحازة إلى الشرائح الفقيرة. وهذا أيضا ليس غريبا، لأن الأردن منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وأخذوا بمبدأ الخصخصة دون وجود اقتصاد اجتماعي ورؤية اجتماعية قد ساهم في انتشار مثل هذه الممارسات. الآثار الاجتماعية تتجلى فيما يلي: أن المواطن الفقير سيزداد فقرا لأن دخله بقي ثابتا والاستحقاقات زادت من جهة. 2، أن زيادة فقر الأسر الأردنية وتشرد جزء من أبنائنا للأسف في الشوارع أو عيشه في سكن غير ملائم صحي جراء الأجور المرتفعة سيقود إلى رفع فاتورة الخدمات والأمن والصحة وما شابه ذلك. القضية الأخرى التي يجب أن نتحدث عنها أن المواطن الأردني لم يعد يشعر أنه معني كثيرا من قبل المشرع بانحياز أو بخصوصية معينة يجب أن تؤخذ فيها. المواطن الأردني ارتفعت الأسعار، الضائقة الاقتصادية ضغطته، وجاء القانون للأسف بمباركة أعضاء مجلس النواب ليزيد من حياته ضغوطا وسوءا ومتطلبات حياتية أخرى. طيب هذا تهديد مهم لأنه مرتبط دكتور بالسكن، دكتور حسين يعتبر أن السكن جزء من هويته الإنسانية. نعم دكتور حسين، يجب أن يؤخذ بالحسبان. أبو مآب لو سمحت، يعني على الجانب الاجتماعي، يعني الناس لما تصير غير قادرة تستأجر بيوت، لما تصير غير آمنة، فقدان الإحساس بالأمان إنه المؤجر أو المالك بده يطلع الشخص هذا بكرة، وهذا الشخص بده يزوج ابنه، يعني بالنسبة لي بقضايا العنوسة والزواج، هل هذا يؤثر على، وخاصة إحنا في الأردن لدينا نسبة ارتفاع جانب في هذا العنوسة؟ من الواضح إنه الاقتصاد عصب الحياة لا شك في ذلك، لكن الانعكاسات المباشرة واضحة في أن أرباب الأسرة أو المعينين
سيتحملوا أعباء إضافية في ظل ارتفاع منسوب البطالة وفي ظل الفجوة التنموية بين العاصمة والمحافظات القرية الأخرى، ارتفاع تكاليف الحياة بحد الأدنى، وبالتالي نوع من المؤثرات التي يمكن أن تقود إلى تفكك الأسري من جراء عجز أولياء الأمور عن توفير سكن محترم. وهناك أيضا فرصة للأسف ونتمنى لا تحدث في زيادة المناطق المهمشة والشرائح المهمشة التي من شأنها أن تلجأ إلى الطرق التعويضية في زيادة انتشار المخدرات أو مخالفة القوانين أو الاتجار بما هو ممنوع، وهذا كله جزء من الأمن المجتمعي الذي بدأ السؤال حوله بحاجة إلى قراءة أعمق وبقراءة شمولية تراعي إنسانية الإنسان، تميز أو تعطي للأردني ميزة اعتباري لأنه في وطنه مقارنة مع الأشقاء والضيوف كما تفضل ضيفك الكريم، والأهم من ذلك أن تكون حكومات ونفس النواب قادرة على الإصغاء للمواطن. لا يكفي أن نشرع في مكان بعيد عن أوجاع الناس وأمنياتهم، نحن أمام سؤال خطر لأنه تعلق في هوية الإنسان الأردني، تعلق في موضوع السكن والبيئة الصحية التي تعكس على كل العلاقات الأسرية وبالتالي نعم. علاقات المجتمع. شكرا لك دكتور حسين المحادين أستاذ علم الاجتماع في جامعة موتا وجامعة البلقاء، شكرا لك. نقرأ أيضا بعض الملاحظات من الأخوة المتفاعلين معنا عبر الفيسبوك وتويتر. سامح يسأل أو يقول باقتراح: يجب على الحكومة عمل قانون يتضمن حد أدنى وحد أعلى للإيجار لإنصاف المؤجر والمستأجر. عبيدة تقول: الحل بإنشاء بنك حكومي يقوم بتمليك المواطن مقابل الإجارة بقصد التمليك مثل قروض البنوك الإسكانية لكن بنسبة مرابحة قليلة. هل يمكن أن إنجاز مثل هذا الاقتراح مهندس زهير يكون في يعني مؤسسة وطنية للإسكان؟ يعني كان في عنا مؤسسة وطنية للإسكان أظن ما زالت موجودة وبتشرف على بعض الإسكانات وتوزيع الأراضي، لكن تحس أنها عمانية بس هذه المناطق. دكتور أنا بحكي أنه الحل بده يكون شمولي أكثر من ذلك، كيف حتى ما يكون يعني كمان يعني بشكل عبء على 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 الجهه المسؤوله عن هذه المساله، لانه يعني راح تؤدي بالنهايه اذا كان العرض للايجار او من المالك رقم معين في محاكم، يعني في خلينا نحكي في الهاء للقضاء في مساله قضايا طويله وطويله الى اخره. اما انا برايي يعني هناك يعني حلول بدي اقترحها، منها انشاء صندوق يعني صندوق وطني للإسكان، نعم يعني اللي تفضل عنه الأستاذ المحامي اللي هو رفع العائد من للخزينة من الضرائب عن الشقق المؤجرة أو البيوت المؤجرة للأجانب الغير أردنيين. هذه الضرائب أن لا تكون يعني جزء من دخل الدولة، أنا برأيي تكون مخصصة لغايات دعم الإسكان. نعم نعم تحال هذا واحد الحج مثلا ولا صحيح كدعم كدعم تحال الإسكان. اثنين دكتور يعني إحنا لاحظ انت انه الدوله كانت او الحكومه خلينا يعني نفصل اكثر مشكلة. الحكومه كانت تستوفي 10% رسوم على نقل ملكيه الارض. لو رجعنا قبل العام 2004 نجد انه اللي بتستوفيه الحكومه الان من رسوم على نقل الملكيه هي قيمه الارض قبل عام 2004، هي 100% من قيمه الارض. يعني قبل عام 2004 كان معدل دونم الارض في عمان حوالي يعني 250 ألف دينار معدل في يعني حسب المناطق 250 ألف، فكان تأخذ الحكومة حوالي 25 ألف رسوم. الآن من الآن في أراضي في عمان وصلت إلى 1.5 مليون ومليون 800 ألف ومليونين، رسومها حوالي 200 ألف، يعني قريبة من قيمة الأرض قبل عام 2004. أنا برأيي هذه المسألة كان لازم الحكومة تنتبه، وأنا من الناس اللي نبهت لهذه المسألة. يجب على الحكومة أن تتنبه أنه مشكلة السكن وعدم وجود السكن الملائم هي مشكلة اجتماعية وهي جزء من الأمن العام، يعني أمن السكن للمواطن هو جزء من الأمن العام مثل ما بنهتم في مسألة العصابات المنظمة أو الإرهاب أو الجريمة أو المخدرات. أيضا عدم وجود السكن الملائم ما هو بيؤدي لمثل هيك مسائل، بيؤدي للاعتداء على أراضي الخزينة. أكيد الدكتور حسين بيقول في خلل في البنية خلل في الأمن الاجتماعي، وبالتالي كان أنا أكثر من مرة طلبت أن يكون هناك صندوق من عوائد دارة الأراضي. عوائد دارة الأراضي قبل عام 2004 كانت لا تزيد سنويا
عن 100 مليون دينار نتيجة الرسوم ونقل الملكية، الآن تزيد عن 500 مليون. طب ليش ما يحولوا منها 200 أو 300 مليون لغاية دعم السكن؟ يعني شفناه لما صار إضراب الداتا صار يقول فوتوا المصاري وضيعت المصاري على البلد، لو ما عرفنا بتروح للبلد حقيقة يعني مش المواطن بس ما يعرف شو بتروح. لا هي هي أستاذ مهند يعني زي ما تفضل الرسوم بتروح ثلثينها رواتب عالية ومرتفعة جدا، هاي هي الرسوم، والثلث اللي بيظل بروح بدل نفقات استئجار للمباني المستأجرة الفاخرة جدا، المباني المستأجرة للدوائر الحكومية، هاي بتروح وين بتروح؟ طيب فالفكرة دكتور اللي أنا يعني حابب نتوسع فيها اللي هي كيف إحنا بدنا يعني صندوق هنقول خلينا نمثل للناس المشاهدين حقيقة اللي بتطرح الحل مهندس زهير، أنت ونعمل صندوق تضامني تمام ريعه أو دعمه بتم من الرسوم اللي تأخذها الدولة على النقل الملكية والأراضي، نعم. وأيضا ربما موارد أخرى ربما من مساهمة الناس اللي بيشتروا، زائد دكتور أنا بدي أطالب أيضا بمشاركة الجمعيات التعاونية، يعني عندنا جمعيات خيرية، أنا برأيي أنه في بعض الجمعيات إذا تعدى القانون الجمعيات ممكن تحصل على مساعدات من صناديق الزكاة في دول كثيرة مثل دول الخليج، نعم. يعني ما بيعرفوا وين يروحوا بالأموال عندما يتأكدوا أنه هذه الجمعيات الخيرية تقوم بدور إسكان الفقراء والمحتاجين في دول عربية مثلا فيها حاجة صحيح. مثل هذه المسألة أنا متأكد أنه راح يكون هناك إيرادات كبيرة طبعا تحت رقابة الدولة، إحنا يعني في جانب هذا الجانب يعني حتى يكون في بعض الفقراء بنالهم نوع من المكرمة الملكية لإسكان الفقراء، هذا جزء عظيم ونشكر الملك عليه، لكن هذا يعني ليس هو الحل، ليس لا كل لا 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 الحل، في ناس ليس دين انهم يطلعوا بكره منهم، نعم 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 يعني جانب القانوني لو سمحت لي اسف ابتداء جانب القانوني انا ما بدي اطلع يعني شو بدك تطلعني هو شوف الجانب القانوني قبل انا ما ابتدئ في الجانب القانوني بس اسمح لي اضيف اللي تفضل فيه الاستاذ زهير، الحكومه قادره كما سعت لدعم أو روجت بدها تعمل دعم للخبز حتى ميز اللي بأخذ الخبز من هون عن اللي بأخذ من هون مدعوم غير مدعوم في يوم من الأيام فكان في إشي اسمه فلس الريف لشركة الكهرباء صحيح. فلس الريف كان يذهب لوين كان يذهب فلس الريف كان يذهب للأمور لتطوير وتنمية الريف، عندنا السياسة لأنه البعد في وضع الاستراتيجيات لمدى بعيد لا يوجد ننظر إلى الغد لا ننظر إلى بعد الغد، الآن أنا عندي بنوك تجارية، في كان عندي بنك الإسكان عندما سمي بنك الإسكان كان الهدف الرئيسي والغاية من تأسيسه عملية التوطين ودعم الإسكان وشراء الإسكان وعملية الاستقرار، الآن أنا إذا تدخلت كبنك مركزي وتدخلت كحكومة لتمييز وتفريق ما بين القروض اللي بأخذها المواطن العادي لقروض للرفاهية وما بين القروض التي تأخذ لغاية السكن، أنا إذا قلت إجيت قرض لغاية السكن بدي أحسب عليه 2% فائدة والقرض الثاني بدي أحسب عليه 5%، أنا بشجع الآن بفائدة مخفضة وبالمقابل بعطي البنك اللي بسعى لمثل هذا الأمر برضه حوافز، أغفلت الحكومة أن قطاع الاستئجار من الخارج الآن للمواطنين اللي بيعيشوا في الأردن المواطن الأردني لكن من سوري من ليبي من عراقي من كذا، أغفلت الحكومة الآن أنها تستطيع في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية أن تستثمر في هذا القطاع الاستثمار الحقيقي ويزيد من الواردات لخزينة الدولة بشكل منقطع النظير، لأنه الآن يتم استئجار المصانع يتم استئجار المساكن يتم استئجار المحلات التجارية بأسعار مرتفعة جدا، أنا دعني أعمل استثمار هذا الاستثمار يعود بصندوق مخصص يقتطع منه كما تفضل الأستاذ زهير يقتطع منه جزء يذهب لدعم المواطن الأردني الفقير المواطن الأردني اللي بحاجة لسكن، عندما أمر جلالة الملك بسكن كريم عايش كريم كان يعي كل الوعي أن هنالك بعد نظر أن المواطن الأردني يعاني من أزمة السكن، ذكرت شيء إحنا ما تطرقنا له، خلينا بعد الفاصل شو رأيك أرجوك جاهز بعد الفاصل نتطرق لكل التفاصيل بعد الفاصل بقوا معنا أعزائي المشاهدين وتابع الحديث. نعود
عودة أعزائي المشاهدين من جديد، رحب بكم في هذا الحديث. معنا بعض التفاعلات. وجدي الجريبيع يقول يجب فرض ضريبة تصاعدية على أصحاب العقارات وخاصة الشقق وبنسب كبيرة في حال كان مستأجر من جنسية أردنية، هذا ما تفضل به المحامي رائد عويلات، ولا يعفى منها سوى من يؤجر أردني بنسب عادلة. معنا اتصال هاتفي من السيد سالم بدر من عجلون. مساء الخير. مساء النور دكتور مهند. مساء النور لضيوفك الكرام أستاذ رائد عويدات وسيد سهيل العمري، أجمل التحيات لكم، واسمح لي بهذه المناسبة. اتفضل لو سمحت. أرفع إلى جلالة سيدنا أجمل آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد جلوسه الميمون الذي يصادف غدا، وأيضا أجمل التهاني بمناسبة عيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى. أستاذ سالم، إحنا كمان بنهني معك سيدنا وبنهني الجيش والأردنيين. ما هي رسالتك؟ أنا بحكي من عجلون يا أخوي. أستاذ سالم بتحكي من عجلون إن شاء الله، بتحكي من كراك، من كل المناطق لها كل احترام، بس ما هي رسالتك في هذا الجانب؟ مداخلة سبب ارتفاع الأجور سواء للقطاع السكني أو التجاري هي الدولة، وللأسباب التالية. أولا، لقد رفعت الدولة حمايتها عن المستأجر، حيث كانت قبل عام 2000 حامية للمستأجرين. نعم. أما الآن فقد وضعت هذه الحماية تحت أيدي أناس لهم مصالحهم الخاصة ولهم الأشياءهم الخاصة والمتنفذين، وحررت عقود الإيجار كما حررت المخلوقات. طيب. والكهرباء وبعض المواد الأخرى. هذا من ناحية. أما الأمر الآخر بالنسبة لارتفاع الأجور، هو عدم الاستقرار بالتشريعات القانونية. صحيح. التي تصدر عن المجلس التشريعي بسبب وجود مصالح لأصحاب المصالح والمتنفذين داخل مجلسي الأعيان والنواب. طيب، السبب الثالث مما أوجد إرباكا، اسمح لي، بالجسم القضائي، وإرباكا وتخبطا بالأحكام القضائية التي تصدر. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، عقود الإيجار التي يندرج بها التجديد التلقائي وتعدد عقود الإيجار قبل 31/8/2000، ونأمل من الأستاذ المحامي رائد توضيح هذه الأمور إلى المشاهدين. وشكرا دكتور مهند. شكرا لك أستاذ سالم بدر من عجلون، كل التحية لك ولأهل عجلون. أستاذ رائد عويدات، يعني أثار الأخ سالم بدر قضايا يعني قانونية، يقول أن الدولة رفعت الحماية عن المواطن. قبل عام 2000 كانت تحمي المواطن، اليوم ما عاد تحمي المواطن. الاستقرار في التشريعات ربما عند البعض أهم من التجديد. نعم. بالتشريعات. نعم. مصالح الناس في العقود الإيجار وما إلى ذلك، في مصالح داخل مجلس النواب اللي تفضل فيه الأخ سالم بدر. خلينا إحنا يعني نكون أول شيء، يعني الدور الفعلي والحقيقي لمجلس الأمة عندنا هون في المملكة الأردنية الهاشمية، اللي هو بتقصي الحقائق ورؤية الضرورة القصوى لتشريع معين لحماية المواطن الأردني. مجلس الأمة تشريعي رقابي، الرقابي مأمنينكم حاطينكم الأمور، لكن تشريعي بدك أنت تواكب التطورات الموجودة، بشرط أن يكون التشريع بهدف التنظيم داخل الدولة، والهدف الآخر حماية المواطن الأردني. في قانون المالكين والمستأجرين، قانون المالكين والمستأجرين تعرض لعدة عمليات جراحية. عدة العمليات الجراحية اعتقدوا أنها تجميلية، لكن هي بالنهاية شوهت القانون كامل، شوهته بطريقة لا يمكن أن يعاد إلى وضعه الحقيقي إلا إذا تم تعديله بشكل كامل. القوانين في المملكة الأردنية الهاشمية بقانون المالكين والمستأجرين عندما تم تعديله الأخير واللي قبل الأخير، اللي هو قانون 14 عام 2013 وقانون 22 عام 2011، أنا باعتقادي الشخصي التعديلين الحاليات، وأخص بالذكر قانون 22 2011، هذا دخل المواطن الأردني المستأجر اللي هو أنا بسميه مستهلك، لأنه هو العقار عبارة عن سلعة، هي خدمة منفعة سلعة يتاجر فيها. المستهلك اللي هو المستأجر لم يحمى بموجب هذه القوانين، كان محمي بموجب قانون 2000 وقانون 1994 عندما كان هنالك الاستمرار القانوني. دخلنا في التعديلات، التعديلات لغت ما يسمى بالاستمرار القانوني وجعلت أن العقد شريعة المتعاقدين. عندما جعل العقد شريعة المتعاقدين
في قانون 22/2011 واعتبرنا ما بعد عام 31 ما بعد 31/8/2000 أنه أي عقد أبرم ووجدت فيه عبارة يجدد تلقائيا لا يجدد إلا لمدة مماثلة، دخلنا المواطن الأردني اللي استأجر دخلناه في متاهة وسمحنا للطرف الآخر وهو أنا مالك قبل ما أكون مستأجر، سمحت للطرف الآخر أن يستغل القصور التشريعي في هذه النقطة. الآن المواطن الأردني يرفع عليه دعاوى، يخلى من عقاره، كان يستأجر في مكان استقر مدرسة، استقر في عمله، استقر في بيته، استقر بموجب أجار معين. عندما عدل القانون واعتبر أنه لا يوجد ما يسمى بتجديد تلقائي أو لثلاثون عام يرد إلى 30 عام، عندما اعتبر أنه لا يوجد مثل هذا الأمر، وجد الآن المالك، ولا أقول جميع المالكين لأنه أنا عندي وأذكر هنا على المحطة، عندي أنا شخصيا مالك ومستأجر يملك مجموعة كبيرة من العقارات ومستأجر لمجموعة كبيرة بمجال عمله، رفع دعاوى بدل أجر مثل اسمه، حتى بدي أذكر اسمه حنة حنانية، رفع دعاوى بدل أجر مثل، لما إجا القانون ولقى الأجار مرتفع جدا وأنا كنت وكيل بقول لا هذا إيش، مش منطقي، أنا تاجر برضو أنا مستأجر، يجي الأجار مثلا من 3000 يصير 8000، لا والله هذا إيش مش منطقي، والله يا أستاذ أنا ما بدي هذا الحكي، أنا مقتنع إنه 3000 كان مستأجر من قبل 2000 يصير 3500 يصير 4000 دينار. هذا المواطن تجاوز القانون لأنه القانون لم يغطي مثل هذه النقطة. الآن القانون في القصور التشريعي اللي فيه والحاجة الملحة والسرعة في تعديلاته جعل أنه هنالك بعض النصوص القانونية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، غير قابلة للتطبيق، لأنه إذا طبقت أنا على أرض الواقع الآن أخلق أزمة. الآن أقر مهندس الآن محمد. أنا ماشي أستاذ رائد، القانون أصبح واقعا تشريعيا بده يلتزم فيه المواطنين، ملتزمين فيه الآن. الالتزام المواطن في القانون، أزمة السكن كما تفضل دكتور مهند، الأزمة الحقيقية ظهرت في الأردن بعد 31/8/2000، إذن هل تعتقد والطفرة العمرانية ظهرت بعد 31/8/2000، لكن إجا القانون عوضا على أنه يحل الأزمة هاي ويجعل الاستقرار أزم الأزمة يعني بشكل أكبر. أن في جزء من الأزمة التشريع وعدم استقرار التشريع، عدم الاستقرار التشريعي جعل هنالك أزمة كبيرة، وبالتحديد عندما عاد التشريع إلى ما قبل إقراره وتعديله، عندما عاد إلى العقود التي أبرمت برضا الطرفين بأنه يجدد تلقائي، هنالك طيب. أناس دفعوا خلوات، دفعوا أجرات مرتفعة، يجدد تلقائي الآن طيب. في سبيل هذا التشريع يستند إلى المحامي أمام القضاء، بس اسمح لي أستاذ مهند، يستند المحامي إلى أمام القضاء ويعمل على إخراج المستأجر، المستأجر اللي تكبد النفقات هاي كلها وعمل في التجارة أو بالسكن، بديش أقول بس تجارة، واستقر في مكان معين استقر فيه ونتج عنه جميع أمور حياته ونظمها على هذا، ترتبت على إخراجه هذا إخراجه من مكان سكنه أو من مكان تجارته، هذا بده يتفضل فيه الدكتور المحدين، خلل اجتماعي بشكل كامل في بنية المجتمع بشكل متفضل. كامل. طيب خلينا نشوف مهندس زهير، البعض يرى أيضا أنه أنتو يعني أصحاب الشركات الإسكانية مسؤولي عن هذا الأمر، مع احترامي تقديري لكم، برفع الأسعار الشقاق، الواحد بيعمل عمارة فيها 15 شقة بكون 3 شقق بايعها ربح له التسوية وغيرها، يعني بالتالي بطل الناس تقدر تشتري، بالتالي بترجع الإيجار بترتفع الإيجارات. أيضا جانب آخر بقول لك البنوك يعني بتعطيك قروض بفوائد 5-6%، بعد شوي يصير 8%، بعد شوي يصير 11%. إلى أي مدى أنتم مسؤولين عن هذا الجانب؟ والبنوك ما هو الحل أيضا؟ هل البنوك ممكن نضمن فوائدها من طرف الحكومة فيما يتعلق بالسكن حتى نعطي قروض ميسرة وما إلى ذلك؟ تفضل دكتور. يعني أنا بحكي إنه أي تجارة، يعني أنا ما بدي أدافع عن شركات الإسكان، أي مهنة، أي تجارة خاضعة للعرض والطلب. يعني في أحيانا التاجر عندما يكون عارض هذه السلعة للبيع وما انباعت قد يبيعها برأس مالها أو يخسر حتى يكون عنده سيولة، فهي مسألة خاضعة للعرض والطلب، يعني ما نقدر نناقشها. أما مسألة البنوك، أنا برأيي اللي هي بإيد الحكومة هاي. يعني أعطيك مثال دكتور، شقة يعني في عمان الشرقية 50,000 دينار، لا تجد أقل من ذلك، يعني شقة العائلة يعني مساحة 120 متر أو 130، لو بده يأخذها كاملة من البنك مثل ما بيشوف عروض أنت على في الإعلام إنه 100% قروض، يعني كامل الشقة بيمولوا لك إياها لعشرين سنة بيصير 100,000 وأكثر،
صحيح، وقد يمضي يعني سنوات خمس سنوات بعدين ينطلق. تعرف شو معنى هالحكي دكتور؟ ويصب عاجز وبالتالي يروح بيع البنك، بده يبيعها وبده يخسر كل اللي دفعه وينام بالشارع. فالان ما هو الحل بهي الحاله؟ انا برايي انه المفروض يكون الفائده لقيادات السكن تكون مدعومه من الحكومه، من هذا الصندوق اللي انا ذكرته، الصندوق الوطني لغاية الإسكان. نعم سيدي وطني في ده. كثير من دول العالم معمول فيه، عندما تكون شقة للسكن للمرة الأولى بتكون مدعومة من البنك. طبعا البنك بأخذ حوافز في مثلا الاحتياط الإلزامي، ممكن الحكومة أنها تعمل على تعديل المبلغ نسبة الاحتياط الإلزامي إذا استخدم هذا الاحتياط جزء منه لغايات السكن. يعني بيكون في استثمار في رقابة موجهة. في رقابة بيكون من البنك المركزي طبعا، زائد أنه من الصندوق هذا يكون في خطة حكومية لدعم الفائدة السكنية لمرة واحدة للمواطن للمرة الأولى، استفادة لمرة واحدة. يعني حتى في بريطانيا دكتور مثلا المسكن الأول معفي من الرسوم بالكامل. نعم. المسكن الثاني 16% رسوم، تخيل أصبح بده يترفع. أصبح تجارة هون يمكن كثير من دول العالم. لأن إحنا عندنا إعفاءات زي ما تفضل 350 لمساحة معينة بشرط أن تكون من شركة إسكان. دكتور مشوه هي بشرط أن تكون من شركة إسكان مشتري. حتى هذه مشوهة. هل تعرف إذا مواطن أردني اشترى غافل بعرف أنه اللي تحت 150 متر معفي منها 120. نعم. إذا اشترى 120 متر معفي بالكامل هيك بعرف المواطن. نعم. بروح بعمل عقد مع شركة إسكان وبشتري، يفاجأ عند التسجيل. نعم. أنه هذه الشركة ماخذة قروض من البنك لتمويل مشروعها، فيسقط عنه الإعفاء وبيدفع رسوم. نعم. كيف هاي بالله سيدي ما فهمت. سيدي هاي الإعفاء هاي ذكرها أنا كنت أتطرق الإعفاء أنا بسميه المشوه. أنا بدي أشتري شقة المشوه. منك عفوا، أنا بدي أشتري شقة منك وأنت شركة إسكان، في شروط، بشروط إني ما أخذ منك أقل من 150 متر. تمام. لغاية 149 متر معفى لأول مرة. لغاية 150 يعفى أول 120 متر. نعم. للمرة الأولى 120 متر يعفى منها أول 120، تدفع الفرق، تدفع الفرق المساحة لغاية إذا بتزيد عن 150 متر حتى لو متر كذا واحد. إذا فوق 150 إذا لا إذا زاد عن 150 لو 151 كامل الشقة تدفع رسوم كلها بتدفع. إذا أقل إذا 150 ودون. طيب. أول 120 متر معفية شريطة. طيب. أن يكون المواطن الأردني يحمل رقم وطني. طيب. للمرة الأولى. لكن في نقطة مرة أولى في نقطة الخطير بس. في الموضوع اللي الناس ما بيعرفوه عليها. أن لا تكون الشركة الإسكانية قد مولت مشروعها بفوائد ربوية. نعم. طب المواطن شو بعرفه أنه أنا ما أخذ قرض من البنك وراهن أرضي. طيب. من يبدو يعرف هذه والله ما يفاجأ عندما عندما ينهي بكون دافع جزء من ثمنها ورتب أموره، بيجوز يكون نقل أولاد ولا مدارس القريبة من هذا البيت. طيب. إلى آخره. إذا بدك يعني الدولة تضمن جزء من الفوائد. طبعاً. تتخلى من الأموال السيادية. وتعدل هذا القانون المشوه للإعفاء يكون واضح. الأموال السيادية البنوك المحتفظين فيها في ضمان ودائع وغيرها. نعم. في البنك المركزي لغايات الاستثمار لسكن. نعم. المواطنين. طب أين دور مؤسسة وطنية الإسكان؟ أنا الآن بدي أتطرق الآن بالحلول لأنه ما ظل عندنا المؤسسة الوطنية للإسكان، مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري. هذه المؤسسات عندما شرع بوجودها كان الهدف الرئيسي هي دعم المواطن وحماية المواطن وتسكين المواطن واستقرارا للمواطن. عندما غيبت الأهداف المرجوة من عمل هذه المؤسسات الوطنية، غيبت الأهداف، غيبت الغاية المرجوة، ليش ما أصبح المواطن بغيرتها؟ أصبح المواطن لأنه ما في وعي، ما في نشر توعية. لأنه لو هذه المؤسسات بتقوم بالتوعية وبتستثمر في الأراضي وبتستثمر في الأراضي التي لا زالت أسعارها معقولة، وأنا بأكد لك إنه قطاع كبير من المواطنين الأردنيين مستعد، بقول لك لا بده المواطن الأردني بده يضل داخل العاصمة. يا عمي والله ما بده يضل داخل العاصمة، لاقيله بأطراف العاصمة ويعيش حياته. يا سيدي هاي في جمعيات إسكانية زي نقابة المهندسين، إسكانات الجامعة، إسكانات القضاء، إسكانات عمان، إلى جماعة استثمارية بتدير. نعم. بتدير ادخاراتهم. نعم. صندوق استثماري، صندوق وناجح. صندوق استثماري، ناجح. صندوق استثماري. لكن في شغلة تفضل فيها الأستاذ زهير، بس في شغلة تفضل الأستاذ زهير. الآن أصبحوا يتهرب، مع احترامي مش يتهرب، بعض شركات الإسكان، شركات المساهمة المحدودة يذهب حتى يتخلص من نقل ملكية ودفع رسوم، يتنازل بالشركة تنازل كامل ويغير من فوق التوقيع. شكرا لك محامي رائد عويدات، محامي رائد عويدات رئيس الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين. شكرا لك المهندس زهير العمري رئيس السابق لجمعية المستثمرية الإسكان، شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، أيضا شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. حتى نلتقي غدا في رعاية الله.